كرتونه فيها مكتوب عليها بيركسيو من 11 قطعه فيها هو طناجر مقالي سطوارات كسرولات كبشات كفاكير. وهون كمان عنا جهازات بيركس كمان في منه مستطيل في منه مدور كمان كمان فيكم تاكلوا بالقطعه من البيركس قطعه وحده او اثنين او ثلاثه. انتو شو ناقصكم بالبيت؟ شو انتزع؟ شو ابنك كسر لك او كبر لك اياه؟ او اخذوا هيك؟ او بنتك بس تجوزت اخذت طنجره خبيتها من دربي لانه بيركس اصلي؟ فيك تيجي على كتب ستي تاخذيها ما تقتليها مش هيك يا سمسم؟ شو اليوم حلت؟ اليوم شربت بندورة شو طيبة؟ بقول بندورة مش طيبة بس شيف انطوان يعملها على طريقته طيبة هاي بتحط لها كمان الفنجان قهوة كريمة سايلة يا 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 ما عنده كريمة سايلة حط ملعقتين حليب بودرة بيمشي الحال. بنبلش بالآلية البصل بنحركها على النار بس هيك بصل بتكون عادي ما بيأثر بدها حنقرة ما بيأثر. بعدين بدفع ثلاث اربع حصوص ثوم لو كان شربت بندوره فيه يحط معها حبتين جزر ياي ياي شو بتطلع طيبه ياي ياي. برجع نص كيلو بندوره مستويين ما بروح نقي راس البندوره الحلوه كثير لا هول بشيلهم صغار البندورات يلي بيكون سعرهم رخيص لانه بدي اطحنهم انا وهي زيتها. بقطع البندوره بحطهم فوقهم بحركهم معهم بحط لهم لتر وربع مي او مرقه كل واحد حسب ما هو بده مرقه دجاج مرقه عظام او مي عاديه ملح وبهار ابيض بغطيها وبتركها نص ساعه نص ساعه بس برجع بشيلها او اطحنها على الآلة اليدوية وبعدين بحط لها شوية كريمة وإلا بدي أحط حليب ساعتها ما بستعمل كريمة بستعمل حليب وقطي بشورة بندورة. هاي مش دقيقة يا سمسم هاي مش دقيقة مش دقيقة غير شكل غير شكل هلا عندنا جوانا حجاج مع الكسب هون 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 الطيبة بس مش مهم الطيبة بدك تعرف تسويهم طيبين ما فينا نجيب الجوانا حكي ونقليهم ونقول كزبرة لا 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 الدجاج بده يستوي شوفوا شو بنعمل شوفوا جيب طنجرة بس طنجرة نص ماي ورقة غار عود قرفة كبش قرنفل حبة هيل إذا بدكم ضلوع بقدونس بكليل الجبل إذا في عنا عرق بغليهم لوحدهم 10 دقايق 10 دقايق لوحدهم هلا بنغلي المي لوحده شيف أنطوان مع هالمواد العطرية جيب الجوانح الدجاج وبسقطهم سقف في قطان في بدك مثل ما بدكم عريحك ما يطلعوا صح لانه مش حطلعنا كيف قطعت شيف انطوان رح نفصل نزل صدور الدجاج وبغليهم ربع ساعة ومغطيين بعدنا حطينا معهم المواد العطرية ربع ساعة تستوي الدجاج فيها دلنا ناقصها نوسي 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 شو بقى؟ حط شقة زبدة على النار بالمقلاية مثل المقلاية البيركس وبلش حط جوانح وقليهم فيها قليهم هلا بضيف الكزبرة عليهم بضيف الثوم يا 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 مع الثوم شو بتطلع طيب يا هالكزبرة والدجاج والثوم يا بعملها هيك 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 كزبرة وثوم هون مقليين ضف لهم شش شو عصير حامض وملح وبهار ابيض واسكبهم بالبيركس واسكبهم بالبيركس وشوف شو بضلهم طيبين غير الشكل غير الشكل هالجوانح غير الشكل تاكل اصابيعك اصابيعك بس انت مش عطلانها في عندك كفوف انا راحوا اصابيع راحوا راحوا مش رح يضل في اصابيع راحوا اصابيع وشو بدنا نعمل هلا؟ هلا مقلوبة الدجاج هاي طيب هاي كمان طيب يعني شو هالاكل الطيب اليوم يعني الفطار من قطب ستي خيي قطب ستي بجيب كل سنه شيف انطوان بينه شرح لهم شرح لهم لهالعيال خليها تتعلم خليها تعمل افطارات طيبه ببيوتها تعمل اكل طيب اذا عم تاخذ هالمواد والمعدات الكهربائيه والاديه من عندي واحلى ماركات عالميه موجوده. دجل. اول شيء باذنجان بدنا نقطعه مش ضروري نقشره مش ضروري نقشره. شيف انطوان غير مفاهيم المطبخ كان كل الناس تقشر وتكبر لا بديش اقشرها الشيء بتغذي الشيء فيها الياف الشيء بتجنن ليش بدي اقطعهم شرحات رشهم بالملح قبل ساعه برجع بعملهم هيك بقصرها بس مش هالقد قوي هيك عاملها نص 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 هيك نص ينزل منها المي ساعتها بقليها على نار قويه وبحطها بالسفن بقدروا يشويها شوي في شوي اللي عنده هالافران الكهربائيه يلي هي كلها صحيه فيه ويشتغل فيها بدون زيت كمان فيها زيت هلا شو بعد شوفوا شو بدنا نعمل بنقلي بصلي بالاول
مع شوية زبدة أو سمنة. نحركهم قلب معهم شوية أو جوز أو لوز أو كاجو أو فستق سوداني اللي بدك إياه اللي بدك إياه كله بيمشي. نقطعهم نرجع نضيف لحم المفروم خشن بنحطها فوق بنقلبها نرجع نضيف لهم الرز كمية قصدي كبيرة. القلوبات أو الفاكهة الزيتية من كاجو لوز أو صنوبر ملعقتين بدو أكتر الحب بس أنا بقول ملعقتين كافي. بعدين لحمة بنحط 300 جرام ورز بنحط 400 جرام رز حبة طويلة بنخلطهم مع بعضهم وبحط معهم شوف شو بحط معهم انتبه ملعقة رب البندورة ملح بهار أسود حلو قرفة ناعمة وبخلطهم على الناشف. حدا بيشتغل على الناشف؟ ايه شيف أنطوان على الناشف. شوف شو بنجيب لنفترض سطوان البيوريكس اللي بيكون مدور عنا مدور مش مستطيل مدور. نجيب الباذنجان بحط نصا للكعب ونصا لفوق. شوف نصا لتحت ونصا لفوق على الداير بحط بالكعب كله باذنجان. بجيب هالحشوه يلي بعد ما انطبخت بعد الرز نايف بس اللحم مستوي والبصل بحط طبقه منها هاي اصول طبقه الباذنجان. برجع بحط طبقتين باذنجان لسا برجع بحط طبقه ثانيه من الحشوه رز ولحمه كمان طبقه باذنجان على وجهها شرحات بندوره دوب كمان شويه رب البندوره شوي مع ملح وبهار وقرفه بحط شو اثنين كبايتين ماي او ثلاثه وبضيفها عليها بغطيها للبيوريكس ورقه الومنيوم بس تكون مدوره وفوتها لوين على الفرن. بتركها بالفرن 25 ل 30 دقيقه نص ساعه. اذا بنحطها على ظهر النار فينا بس على طنجره تكون على طنجره برجع بقول وبغطي الطنجره بعد 25 دقيقه ونص ساعه. بشيل الغطا بجيب جار مدور بحط علي المقلوبه اسمها مقلوبه بعملها هيك من هون فوطه ومن هون فوطه مشان تجي صغري وبقلبها بهزها هزتين طبش هيك على كتفها هيك طح طح بتنزل بشيل شو هز مثل قالب الكتو منه مقلوبه باذنجان قالب كتو قالب بسوسح بيدوخ غير شكل منظره وكثير كثير. خلاني بنسوي كربوج بالقشطه كمان فينا نسوي بهالبيوريكس. هالبيوريكس كثير مهم كثير مهم. بجي بعمل عجينة من طحين فرخة طحين فرخة على الحل بخلطها لنص كيلو طحين فرخة وهي تسمي أو زبدة بدعكم منيح مع بعضهم شوي صغيرة خليهم ينوسوا ينوسوا وبعجنها مظاهر ومواد مد نصها هون بالجوع بعمل على حدا عشرة نصة الحليب قطعتين طص طري بدون القشرة ملعقتين نشا حبتين مسكي ملعقة موارد أو ثلاث ملاعق موارد ملعقة سوري 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 ملعقة. أنا عم شوف إذا أنت بدك تساعدني مش عارف شو عم ساعدني. أنا هلا بدي أقول له بدي أقول له لمدير قطب ستي خيي ما ساعدني مساعد سمسو ما ساعدني وحدي عم بشتغل عم بيع لك أنا عم بيع لك وحدي ما عرف الملعقة من الثلاثة ملعقة موارد وملعقة مسكي بخلطها وبشيلها فيها هون يوسف سكب بيركس هالبيركس كتير حلو طبقة من تحت بنشوف من عجين المعمول التمر المد بعدين وقشطة هون البيضة برجع كمان حط من فوقها من العجين فوتها على الفرن بخبزها بالفرن 20 دقيقة وبنشيلها وبنقول لك ألف صحتين. كان معكم شيف أنطوان ومساعد وسمسم من قطب ستي بصيدا مع أحلى إفطار.